مشكم حتى للتسعة متاع الصباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك. نمشي والآن في المباشر معنا الزميلة كما قلت لكم دونك الصحفية عايدة الهيشري، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين. توتسيت إكسبريسو. كما قلت إذن نقابة الصحفيين تتضامن مع قطاع المحاماة وتجدد رفضها للتنكيل بقطاع الإعلام، وبين إصدار فيها وصف وثم 4 نقاط تنرجع عليها توتسويت. معنا كما قلت صحفية عايدة الهيشي، عضو المكتب التنفيذي نقابة الصحفيين التونسيين. صباح النور، مرحبا بك على موجات إكسبريس اف ام في برنامج إكسبريسو. صباح النور ومرحبا بكم الناس الكل. إذا نرجع ممكن على البيان قبل 4 نقاط هذوما، كما قلت نقابة صحفيين تتضامن مع قطاع المحاماة وتجدد رفضها للتنكيل بقطاع الإعلام، شنو الموقف بالضبط؟ بالطبيعة احنا الموقف اللي هذا موقفنا اللي نحن تقريبا نجددوه في كل ما يصير اعتداء على صحفيين او على كل اي شخص يعاقب او يقع تتبعه على خلفية مواقف او اراء او تصريحات اعلامية. بالنسبة لنا احنا هذا مرفوض، وهذا امر لا يمكن القبول به، سواء كان في علاقة بعمل الصحفيين او سواء في علاقة بمن يتعاملون معهم. نحن بالنسبة لنا أنه اليوم الأمر يتطلب أنه نوسع التشاور مع هياكلنا وقواعدنا، وهذا اللي باش يصير. احنا سيكون لدينا في القريب العاجل اجتماع مكتب تنفيذي موسع لتوسيع التشاور والاتخاذ ما يجب من قرارات وإجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا. هذا هو دونك بالنسبة لنا احنا طبعا نجدد تضامننا مع السادة المحامين وما حدث، خاطر بالنسبة لنا احنا انه في حديثة اقتحام عمادة المحامين كانت تم الاعتداء على صحفيين ايضا، ونحن قبل يومين كان لقاء مع السيد وزير الداخلية، وتم الاتفاق على وقف هذه الاعتداءات في حق الصحفيين واحترام عملهم. وهذا اللي بالنسبة لنا احنا كان تضامن مع زميلنا المصور الصحفي حمدي التليلي اللي تم تكسير معدات العمل نتاعو، الكاميرا نتاعو، معدات العمل نتاعو، وتم تحويله الى مركز الامن قبل التدخل واطلاق سراحه. هذا طبعا بالنسبة لنا احنا مرفوض. وايضا ندين عملية اقتحام الفجة لدار المحامي، واي هذا معناها مشهد مسيء جدا لصورة تونس. نحن لم نعشه تقريبا على مدى تواجدنا في ميدان الصحافة في 2011 وفي أحداث اللي عاشتها تونس. بوليس بن علي حاصر المقر نقابة الصحفيين لكنه لم يتجرأ على دخولها. احنا شفنا مشاهد فظيعة ومؤلمة، وهذا مسيء جدا لصورة تونس. تونس دولة المؤسسات والقانون، لا يجب أن يحدث فيها مثل هذه المشاهد. واضح. بالنسبة للأربع نقاط دونك بناء على كل الحيثيات والمواضيع اللي طرقت لها، فات رجعتوا انتم على موضوع اقتحام دار المحامي ليلة السبت 11 ماي وقرار جلب المحكمة الابتدائية على معنى الفصل 24 مقسوم 54 سنة 2022. هذه بالنسبة لسونيا الدهماني، وتكلمت أيضا على كما كنت تقول دونك بالنسبة للمصور، وفي البيان أيضا قرار وكيل الجمهورية بمحكمة الابتدائية بتونس فجر الأحد 12 ماي الاحتفاظ ببرهان بسيس ومراد زغيد يتسامون بفرقة مكافحة الإجرام بالكرجاني في ملفين منفصلين والاحتفاظ دونك بهم. بناء على الحيثيات هذه الكل دونك النقابة أبدت 4 نقاط، كنت تحب تعاود تلخص اللي تحقوا بنا الان طبعا هي في مجملها باش ما نطولوش. النقاط هذه طبعا استعراض ما حدث، تجديد رفض الاعتداءات على الصحفيين وعلى كل صاحب راي، وطبعا احنا نعرف اللي وسائل الاعلام هي الفضاء الذي يدور فيه الراي والراي المخالف والتعبير على مختلف الاراء والمواقف، وتجديد رفض يعني احاله كل صاحب راي على غير معنى المخاصف وفضاء وسائل الاعلام طبعا على غير معنى المرسوم المنظم للمعنى اللي هو 115. ما زالت اليوم يعني الإحالات تتم على معنى المرسوم 54، ونستغرب أيضا سرعة إثارة الدعوات وفتح التحقيقات اتخاذ الإجراءات بسرعة مثيرة، يعني في قضايا تتعلق بإبداء الرأي
والتعبير على غير ما هو متعهد ومعمول به في قضايا أخرى تظل لسنوات وسنوات صروفه في المحاكم ولا يتم النظر فيها. يعني احنا بالنسبة لنا احنا نجدد طبعا رفضنا المطلق لمتتبع أي كان، يعني سواء كان مواطن أو صحفي أو سياسي أو محامي، أي كان يعبر عن رأيه أن تتم إحالته على مرسوم 54 اللي الناس الكل تقريبا أجمعت على أنه مرسوم خطير في حقه، خاصة الفصل 24 منه اللي فيه عقوبات سالبة للحرية بين 5 و10 سنوات. كل الناس أجمعت وكل الأطراف أجمعت على أنه هذا المرسوم خطير في حق حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، وما زلنا ننتظر يعني مبادرة لتنقيح هذا المرسوم أو أنه يكون هناك بدائل. المطلوب اليوم هو أن لا يتم استعمال السلطة القضاء والأمن من أجل أن تهديد وضرب حرية الصحافة والحق في الرأي والتعبير. واضح هذا إذن بالنسبة للموقف النقابة، نقابة الصحفيين. نذكر معك الصحفية عايدة الهيشي عضو مكتب تنفيذ نقابة الصحفيين التونسيين. اليوم ما تفهم باش يكونوا متواجدين أمام المحكمة الابتدائية اليوم بتونس ولا؟ أي بالطبيعة باش نكونوا متواجدين، مازلنا ما نعرفوش بالضبط شنو باش يصير معناها، لكن أكيد باش نكونوا متواجدين بطبيعتنا، ولينا تقريبا موجودين في المحكمة، معناها لابد أن يكون فما حد منا موجود سواء في متابعة أو باش يمثل نقابة الصحفيين ونتبعوا التطورات اللي باش تصير في حق كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي والمحامية سونيا الدهماني. بالطبيعة باش نتبعوا شنو الحيثيات، ومع المحامين طبعا مع السادة المحامين باش نكونوا موجودين وباش نتبعوا كل الحيثيات اللي باش نصير وبتصير، وأكيد باش يكون فما تشاور مع سواء في داخل المهنة أو مع شركائنا على نوعية التحركات اللي باش تكون في القادم لوضع حد لهذه الممارسات وإحالة أصحاب الرأي على معنى المرسوم 54. واضح، شكرا لك، شكرا تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريس. وكما قلت الصحفية عايدة الهيشي عضو المكتب التنفيذي نقابة الصحفيين اللي تدعو اليوم أصدرت بيان نقابة الصحفيين تتضامن مع قطاع المحاماة وجدد رفضها لتنكيب قطاع الإعلام كما كتبته في البيان. شكرا لك. أقعدوا معنا فاصل قصير مستمعينا ثم راجعين من نقابة الصحفيين باش نمشي والآن في برنامجكم إكسبريسو.